اذا ناخذ هلا هذا المثال، عندي جسم وزنه 250 جرام. هذا تركب على الليد سكرو، بدي ارفعه والفتش عندي هون. هلا هذا الفتش الصغير سمول بي يساوي 0.5 مليمتر بير ريفولوشن. اوكي تمام، خلينا نحوله نخلص منه، نحوله لايش؟ خلينا نحوله لكابيتال بي مش احسن؟ اذا هذا بصير عندي 0.5 على 2000. هاي شو تحولت الوحده الان صارت؟ ايش صارت؟ نسيتوا؟ متر سبريد. اه مضبوط، مش هيك لما قسمنا مليمتر حولناها لمتر وريفولوشن حولناها قسمناها 2.5 تحولت لا. اذا عندي هاد هاي ال لاحظوا البيتش قديش صغير، عمالي انا بلف لفه كامله قديش بتحرك معي؟ نص ريفولوشن. وهذا مطلوب في هذا التطبيق، انا هون مش بدي اسحب مسافات، لو بدي اسحب مسافات لو رحت على شيء ثاني، مضبوط؟ انا مش هدفي اسحب مسافات، انا هون عندي في تطبيق دقيق، وهذا لذلك مثالي هذا التطبيق في السي ام ام في الكورنت ميجر ماشين. لما اجي بحرك كيف بدي اجيب مسافات دقيقه جدا، بتتذكروا مثال السكانر اللي حكينا عنه؟ 3 دي برينتر. السكانر او 3 دي برينتر تمام، مين اللي بيشتغل مشروع 3 دي برينتر؟ ايش استخدمته فيه؟ بالضبط. وين جبتوا السكرو؟ شفناه على اي بي وامازون بس ما وصل بس تمام. وركبتوا ايش كونتراكت زي كارترج عليه؟ اه بالضبط بس اثنين بس آه. ماشي جاي بس في نهايه الفصل مثلا او هذا تجيبوا مثلا تفرجونا الكالكوليشنز والارقام اللي عندكم بنطلع عليها. هلا هم الاختلاف عندهم، لاحظوا في نقطه مهمه، انت الاختلاف عندك في عندك شيء عمودي ولا كله افقي؟ في عمودي في عمودي في افقي. شو بيختلف بين العمودي والافقي الحل؟ هاي نقطه مهمه. الام جي فيش عندي ام جي، فضل عندي كل حساباتي راح تكون اكسلريشن. يعني في حاله لما نطبق قانون نيوتن التالي احنا راح نقول هون تي بدها تساوي الفا في مجموع اي، مضبوط؟ تي في جاي من الدرايف او من المحرك ناقص تي تبعت الماس بدها تساوي الفا في اي ايكوفلنت للماس، مضبوط؟ هذول كلهم بعملهم ريفير للهاي سبيد شارب. في حاله الهوريزونتال قديش بتكون تي ام؟ زيرو. في حاله الفيرتيكال شو تكون تي ام؟ ام جي تحول نحول الى هذا الشاط اللي فوق، اوكي ماشي؟ هلا هون المطلوب مني اني احقق لينير اكسلريشن اي بدها تساوي 1 متر بير سكند سكوير، وهي جبناها من هذا التطبيق اللي فوق. اذا بدي احقق اكسلريشن مقدارها 1 متر بير سكند سكوير، اذا خلينا نطلع الفا، شو العلاقه حكينا بين الفا واي؟ الفا تساوي الفا بي تساوي ايه؟ واذا نسيت كيف تتاكد بسرعه؟ من الدايمنشن ايش الوحده عندي هون؟ راديوس بس سكوير في متر بتصير متر بس سكوير. اذا عندي بدي احسب انا الفا، الفا بتساوي ايه على تي وتساوي 1 على نص. ايش راح هلا عندي وحدات ايه؟ ايش هي وحدات ايه؟ وحدة A متر بير سكند سكوير، إذا لازم هاي تكون متر بير راديان، مضبوط؟ فبصير عندي هاي 0.5 على 2000 شهر. عندي هذا اللي هو بيطلع 4000. وهذه وحدتها راديان بير سكند سكوير. إذا مطلوب مني إنه هون يكون التسارع لهذا الأكسس هون يكون 4000 باي ريدينس بير سكند، هي اول شيء. هلا بدي احسب، بدي اطلع ام ايكوفلنت، قديش ام ايكوفلنت ايش كانت المعادله؟ ام ايكوفلنت عفوا التورك، التورك ايكوفلنت تبع الماس شو كان يساوي؟ كان يساوي ام في جي على ايتا، وبعدين بايش ضربناه؟ في بي، مضبوط؟ مش هيك ضربناه بس في بي. ام قديش عندي هون؟ 0.25، خليني افترض انه جي 10 وايتا انا حاططها هون 0.95 الافشنسي تبعت السكو. هلا انا ما بعرف اذا هذا رقم منطقي، حد يجيب لنا المره الجايه، بتوقع انه اقل بكثير من هيك للسكرو، حد يفتش لنا المره الجايه يشوف ايش افشنسي منطقيه للسكرو. دكتور في الماشينري بس مرينا عليه انه هذا يعتبر ورك جيت مش هيك؟ تمام. ورك بحكم تحريك تقريبا 70 5 تمام 0.7 اوكي. اذا مور رياليستيك فاليو خليني احطه هون 0.65 ل 0.7 وهذا وهذا اللي بيسمح له بخاصيه السلف لوكينج. اخذتوا خاصيه السلف لوكينج؟
سيلف لوكينج يعني لو تركت هذا السيستم ما راح ينزل لتحت، ما راح يقدر يعمل ريفرس درايفنج. هذا سيلف لوكينج، هاي احد ميزات السكرو. ما اسهل شيء احركه من هون يتحرك مع هذا يطلع. صعب جدا لو ضغطت قد ما تضغط على هذا، يعني جربوا على هذا السيستم، قد ما تضغط على هذا السيستم صعب انك تتحركه. لو جيت على هذا السيستم ثبته الان هون، قد ما تدفش هذا، هل ممكن ادفش هذا ويلف معي من هون؟ عادة بده يكون البيتش اكبر بكثير، يكون البيتش اكبر بكثير من هون بحيث اني اقدر ادفشه من هون ويبدا يتحرك. اذا كان البيتش اكبر بكثير هون راح تكون الافشنسي اعلى، الافشنسي منخفضه 0.6 حتى سيلف لوكينج. سيلف لوكينج يعني ما بيتحرك هذا، صعب هذا تحركه، قد ما تدفش هذا من هون صعب انه يلف معك هذا الجزء. اذا عندي 0.25 10، انا راح اخذ 0.95 بس هو الرقم المنطقي اكثر 0.6، فناخذ هذا 0.95. وعندي تي قديش حسبناها؟ اللي هي كانت عندي 0.5 على 2000 طبعا من هون هذه تي كبرى، فهي تطلع معي ايش وحدتها لازم تكون؟ نيوتن متر. تطلع معي تي كبرى تطلع معي 2.02 times 10 to the minus 4 newton meter أو 0.202 ملي نيوتن متر. هلا I equivalent اختلاف هون راح أضرب في إيش؟ مربع. فبصير عندي هلا M اللي هي كانت 0.25 أو M على إيتا الكابيتال تي سكوير بتساوي 0.25 على 0.95 في تي تربيع تي اللي هي 0.5 على 2000 فاي تربيع. تطلع معي الاي كله طبعا رقم صغير جدا. هون بصير نحكي في الميلي والمايكرو لانه هذا سيستم صغير جدا. في حين لما كنا نحكي في الهويس، متذكرين الهويس كنا نحكي 1 كيلوغرام متر سكوير 2 كيلوغرام متر سكوير. اذا بيطلع عندي هلا اي ايكوفلنت هون بيطلع 1.6 times 10 to the minus 9 كيلوغرام متر سكوير. شو بتصير هلا عندي المعادلة؟ T درايف minus T equivalent اللي هي 0.242 ملي نيوتن متر بتساوي الفا المطلوبة عارفينها مش هيك؟ هي 4000 باي راديانز بير سكند. وهذا بايش مضروب الان راح اضربه؟ في اي كوفلت مضبوط اللي هي 1.6 times 10 to the minus 9. خلينا هلا نشوف، تتذكروا شو عملنا المره الماضيه؟ قارنا ايش؟ قارنا الايفكت تورك تبع الماس بالايفكت الانيرشا تبعت الماس حتى نشوف مين مور سيجنفيكانت. طبعا واضح هذه 10 to the minus 9 حتى لما نروح منها ثلاث اصفار من هون راح تكون هذه بالمايكرو وهي بالملي. الايفكت تبع الماس اكبر بكثير من الايفكت تبع. طيب خلينا نحسبهم هلا هذول، او معي الحسابات موجوده هون بيطلع معي. خليني بس احط الرقمين جنب بعض عشان يبينوا الاختلاف بينهم. فبصير عندي تي درايف بتساوي 0.202 ملي زائد الرقم التالي بيطلع 6.49. هذا قديش بيطلع؟ 6.49 times 10 to the minus 6 مضبوط 4 في 1 ما بعرفش الرقم اللي عندي هون كانه غلط 4 في 1 مضبوط مضبوط بس بدون 9 بدون 9 يعني 6.4 6.4 times 10 to the minus 6 6 مضبوط هيك في باي داخله لا باي داخله في باي مضبوط طيب هاي تقريبا 3 في 6 18 يعني حوالي 20 بتطلع هذا مش هيك 20 times 10 to the minus 6 مضبوط وهذا 0.202 times 10 to the minus 3 نيوتن متر. هلا قديش الاختلاف بينهم؟ تقريبا والله مش فرق كثير، قديش الفرق بينهم تقريبا؟ ملي تقريبا 10 هاي 0.2 هاي 20 هاي 0.6 ماينس 9 ماينس 9 مضبوط لو حولتها ل 100 فيها الريشيو بينهم 100 1 2 3 بصير 200 لا 200 ل 20 10 هذه 10 اضعاف. فهي مهمه انك تحس فيها يعني يكون عندك احساس فيها انه الانيرشيا اثرها عشر الايفكت تبع الماس.
ستورز انيرشا واضح. فاهمين هذا ايش المقارنه عم نعملها؟ نشوف مين اللي اثره اكبر. فهذا لو بدي احطهم بنفس اليونت راح تصير هاي ماينس 6 راح تصير 202 وهاي 20 تايمز 10 تو ماينس 6 فهاي تقريبا 10 اضعاف هاي فبيطلع المجموع النهائي 22.2 تايمز 10 تو ماينس 4 نيوتن متر. وهذا بيساوي وين هذا بدي اجيبه؟ بالاستبر. هلا النقطة المهمة أنا ما عنديش هلا داتا شيت رح نجيب داتا شيت بعدين نطلع عليها بس النقطة المهمة شو بدك تنتبه عليها؟ كيف بدك تختار هذا من الستبر موتور؟ بتروح على السبيد تور كيرف تبع الستبر موتور مع الألفة. شو اللي بدك تطلعه الآن؟ بدنا السرعة. وين السرعة؟ من وين بدي أجيب السرعة؟ هاي أسوأ نقطة لانه هاي ليش هاي اسوء مكان؟ هاي اعلى سكورز. بدي اجي اجيب هاي السبيد احولها لفلس بير سكند واحطها هون وبعدين ايش بتطلع؟ التورك. اشوف شو التورك اللي لازم يكون اكبر من هون. لازم يكون التورك اللي هون اكبر من التورك او يساوي. ماشي اوكي واضح؟ الكل فاهم هاي النقطة؟ ايش هذا الكيرف؟ سبيد تورك كيرف. بس السبيد هون معبر عنها بايش؟ فلس بير سكند. وهون مع هذه بتكون رح نجيب داتا شيت رح نحطها على الداتا شوف ورح نختار بنحاول نختار ستيبر موتور يناسب هذا الابلكيشن.